السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب يا جماعة تكونوا بخير وفي أحسن حال. درس النهاردة، بما إن احنا شهر رمضان داخل علينا بقى، وكل سنة وأنتم طيبين ويا رب يكون شهر مبارك عليكم جميعا، هنتعلم ازاي كام حاجة جديدة كده من غير كلام كتير. لو أنت أول مرة تشوفني انزل اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان ما يفوتكش أي حاجة من الحاجات اللي أنا بنزلها يعني. فيلا بينا نخش في الدرس. دي الصور اللي انا اخترت ان احنا نشتغل عليها، تمام؟ حملتها كلها من فريبيك جوجل فقط لا غير. لا، وفي شاطر ستوك، معلش. فخلينا نخش سريعا في الموضوع. اول خطوة او اول حاجة هنعملها، هنشد انهي صورة؟ الصورة دي خلينا ناخدها كده على الفوتوشوب. هستغنى عن الجزء اللي فوق ده كله كده، هبدأ اوسع المقاس بتاع الديزاين بتاعي شوية، أوسع كمان الشكل ده. هروح عند السماء الشكل ده، هبدأ أنزلها تحت كده، شدها هي كمان بالشكل ده. والجزء اللي هو بتاع الأرضية ده ممكن أستغنى عن حتتين تلات أربعة منه كده بالشكل ده، تمام. ارجع للصور واشوف ممكن اعمل ايه. دي الملفات الالستريتور اللي هنشتغل عليها، تمام. خليني اخد الفانوس، انا اخترت الفانوس ده. يلا يا سيدي، معلش معلش. يلا يلا، ما حدش هيستنى علينا، تمام. خلينا اقفل الصفحة بتاعت الفوانيس التقيلة دي، مش عارف هو تقيل ليه كده، تمام. ده الباترن اللي خلينا اخترته اللي هنشتغل عليه، ودي الستارة اللي هنبدأ نظبط عليها الباترن، تمام. فانا اخترت اللي هي دي، ممكن انتوا تختاروا اي شكل تاني براحتكم وتطبقوا عليه نفس الشغل، تمام. هبدأ أعكس كده وأعكس كمان الاتجاه بتاعها بالشكل ده، هبدأ أكرر كده عشان تتقل معايا بالشكل ده، تمام. هبدأ إيه، أبين الأسود أو الشادو اللي فيها شوية. فهعمل الكلام ده إزاي؟ ممكن بالبرايتنس كده، وأبدأ أقلل بالشكل ده، تمام. وهروح هجيب الباترين بتاعتي اللي هي دي، ركزوا معايا، عكسها بالشكل الطولي، تمام. هجيب مربع ده كده وهدوس الت وهختار الدرجة اللي هي التركواز الغامق شوية اللي جوه ده، وبعد كده هفرد المربع وراها على اساس ان انا اسد الفراغات الموجودة بالشكل ده. هبدأ الاتنين مع بعض وادوس كنترول ايه عشان اعمل ميرج. ركزوا، انا كده واقف فوق اللاير بتاعت الستارة، هدوس كنترول الت جي عشان ادخل الباترين بتاعتي جوه اللاير بتاعت الستارة. هبدأ اظبط بالشكل ده، تمام. وهاجي هنا كده هختار المالتي او اشوف ايه انسب حاجة، تمام، هتكون مظبوطة معايا قوي في الاشكال دي، تمام. فانا مثلا ممكن اختار ال مش عارف، دي ممكن متبقاش قوي، دي كويسة، الاوفرلي كويسة. طيب انا محتاج اغمق بس اللي تحت شوية عشان يبدأ يظهر معايا برضو الشغل بتاعي اهو، تمام. فهبدأ كله كده ميرج مع بعضه خلاص، وهبدأ اشوف مثلا الليفلز ممكن يعمل معايا ايه. جميل طبعا، تمام. هعمل ميرج وبكده يبقى خلصنا الستارة في خطوتين فقط لا غير، تمام. طبعا الفانوس هنا محتاج يتظبط شويتين تلاتة اربعة. يتظبط ازاي بقى؟ ركزوا معايا، انا محتاج اعرض الفانوس شوية، فلو عرضته على الشكل ده الجزء اللي فوق ده هيضرب مني، فهبدأ اقصه. مش عارف، انا حاسس ان انا مدحت شلبي في نفسي وانا بشرح، والله استحملوني. هبدأ كده اخد الجزء ده لوحده في لاير، يعني هعمل راسترايز وبعد كده كليك يمين لاير فيا كات، ده اصبح معايا لاير لوحده والفانوس لاير لوحده،
هبدأ أعرض الفانوس معايا بالشكل ده، وكمان لو عايز أقصره شوية بالشكل ده فمفيش أي مشكلة خالص، ولا حد هياخد باله غير الناس اللي شافتني أنا بعمل كده. إيه اللي جاب ده هنا؟ إيه اللي جاب القلعة جنب البحر؟ الله، ليه؟ شكرا. هبدأ أظبط الجزء اللي فوق ده على أساس إن هو ما يضربش مني هو كمان، فضن كده زي الفل. خليني اظبط الستاره بتاعتي، المها شويه كده وابدا اخدها على الجزء اللي فوق. تمام، هنزل بيها شويه، هقلل الاوبسيتي بالشكل ده وهبدا اظبط لحد ما اظبط بالشكل ده كده. شايفين الحرف بتاع التانيه؟ يعني اول التانيه في هنا كيرف موجود اهو، اوله من فوق هبدا اقص الجزء الزياده اللي بره. فانا طبعا قللت الاوبست عشان اشوف الفانوس واشوف انا هظبطه ازاي، وهبدا اظبط بالشكل ده كده اهو، وبعد كده بالبنتول هبدا امسح الجزء ده. هو طبعا كده مش مظبوط، هنرجع تاني اهو زي الفل. هأحذف وبعد كده هرجع الأوبس التاني فيبقى معايا بالشكل اللذيذ ده. تمام. طيب هحتاج ألم بالورب شوية كده، وألم كمان الأجزاء دي لجوه شوية زي الفل. طيب مبدئيا أنا عايز أفرغ الأبيض اللي جوه ده، ملوش لازمة معايا خالص، خلاص كده زي الفل. في كمان أبيض جوه مش عارف ده ممكن يكون أنا نسيت أفرغه من الإليستريتور. تمام، فهيتفرغ كده هيتفرغ. تمام. احذف كده زي الفل. تمام، هبدأ اول حاجة، او قبل ما اعمل اي حاجة هشيل كمان الاسود اللي حوالين الشمعة زي الفل. طيب ركزوا معايا، نفس الدرجة اللي انا اخدتها اللي هو الدرجة دي، تمام، هبدأ افرد مربع كده ورا الفانوس بالشكل ده. تمام، وممكن اعمل لاير جديدة كنترول الت جي، هجيب الدرجة الاغمق شوية من الدرجة دي وهبدأ اغمق كده في ابيض ظاهر معانا فوق اهو. عايزين نبدأ نشيله ولا نشوف هنعمل في ايه؟ هنشيله، هنرجع اهو. هو للأسف أنا ما شلتوش من الستريتور من هناك، جايز أكون نسيته بقى. كده هو مش هيبان معانا لأن احنا هنضرب لايت جامدة جدا في الجزئية دي فمش هيبان يعني. تمام، نشوف كده. أنا بس نسيت، معلش، هنا المفروض إن اللون ده يبقى الدرجة بتاعت الشمعة، ده هي الدرجة دي. تمام، والجنب التاني المفروض هو اللي يبقى الدرجة اللي احنا لسه مغيرينها اللي هي دي. تمام، هبدأ بس اغمق نفس الخطوة اللي احنا عملناها بالشكل ده، وهنعمل نفس الكلام، اغمق زي الفل. ركزوا معايا عشان هنعمل اللايت. هقف فوق خالص كده عند الفانوس وهعمل لاير جديدة، وهجيب البراش واخد من نفس الدرجة، وبعد كده هعلي قوي وهدي كده كليك في الجزء ده، ممكن كمان ايه كليكتين تلاتة اربعة في الحتة دي، وبعد كده هجيب البيضة وهدي كليك في الجزء ده، بس عايز اعلي الفلو شوية هنا كده، وهبدأ اشوف السكرين هتقول لي ايه. هتقول لي زي الفل، كمل، اقول اوكي. هبدأ اخد، يعني انا كده عملت كوبي منها. تمام، هبدأ اخد كوبي كمان واحدة ونبدأ نشوف كده هتدينا ايه. طيب خلينا نشوف الكالر دوج ودوس كنترول يو ونغير كده في اللايت. زي الفل، تمام جدا. احاول بس الم واظبط بقى، اخلي النقطة البيضة بتاعتي دي تبقى مظبوطة كده في نص الفانوس كده على الجنب. تمام، وهنا ميرج، وهرجع اعمل سكرين
وهرجع ألم كده الليلة دي كلها كده شوية، فأصبح معايا الدنيا زي الفل. طبعا احنا لسه هالليل والدنيا يعني لسه في شوية شغل حلوين يعني. تمام. فطيب هعمل الشادو بتاع الفانوس، انا خدت كوبي من الفانوس اهو، هبدأ اشده لتحت كده. تمام. طيب هطلع لحد ما اللي ورا هنا يلمس اللي ورا هناك. تمام. بعد كده كنترول تي واجيب الورب واشد من النص، اظبط الجزء بتاع النص ده وارفع من الجنب. تمام اوكي، خلينا نقول اوكي. هبدأ اجيب الاستيكة بتاعت الخفيفة وهبدأ احذف بالراحة كده، بالراحة بالراحة جدا 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 جدا. هبدأ اروح عند البلور وممكن الموشن بلور، وهرفع السهم ده لفوق كده، مش قوي بقى يعني، مش قوي مش قوي مش قوي، كفاية كده زي الفل. هقلل بس الاوبستي شوية، وممكن اسحب الموضوع كله بالشكل ده. جميل، استعجلوش. هبدأ اعمل دايرة باللون الاسود، هظبطها تحت الفانوس كده بالظبط، وهروح برضه عند الموشن بلور وهبدأ اخلي الخط ده يبقى بالعرض على اساس ان الموشن اللي هيحصل يبقى عرضي. بتقيل ليه؟ طيب زي الفل. هبدأ اظبطه تحت الفانوس كده، وممكن اخد منه كوبي واشد شوية كده شمال، وابدأ اخفف الاوبسيتي بتاعته. على الاوبسيتي سنة، خلينا نقول ان احنا كده ضلنا عملنا الشادو. تمام. في كمان هنا الشادو بتاع الستارة، هبدأ اقف عند اللاير بتاعة الستارة، هاجي تحتها وهعمل لاير جديدة، وهجيب البراش بتاعتي انا اسف، وهقلل الفلو شويتين تلاتة اربعة، وهبدأ كده بالماوس اسحب كده بالراحة يعني. تمام. ممكن اعلي الفلو شوية لو انا عايز اشوف نتيجة اسرع يعني. تمام. وركزوا معايا، هاجي عند الستاره بقى نفسها وهعمل لاير جديده، ودوس كنترول الت جي عشان ادخل اللي انا هعمله جوه الستاره، وهبدا اسود الجزء اللي تحت ده عشان الدنيا معايا تبقى ايه اكتر واقعيه. وهاجي عند الشادو اللي احنا عملناه في الاول ده، هبدا اخفه كده من الجوانب اللي هناك، الجوانب اللي هنا، اقلل الاوبسيتي السيكا. تمام زي الفل. تمام. الخطوه اللي بعدها هقف عند الستارة هنا كده، هاجي تحتها برضو نفس الموضوع، وهبدأ أشد شادو كده بالراحة 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 بالراحة، أخلي الشادو جوه الفانوس بالشكل ده. تمام. بس طبعا مفيش شادو بيبقى في الجزئية دي، فهمسحه من الجزء اللي في النص ده وهستكفي بيه هنا فقط زي الفل. تمام. الخطوة اللي بعدها هنيجي نعمل الهلال. طيب الهلال ده احنا عملته ازاي؟ انا جبت الدايرة ورحت عامل دايرة بالشكل ده، هرفع بس فوق، وهعمل دايرة كمان بيضة مثلا، وهبدأ اظبط شكل الهلال كده. خلينا اقول تمام، هقف على الاتنين وهعمل راسترايز، وبعد كده كنترول ايميرج، وبعد كده هحذف الابيض بالشكل ده، في خط اسود ظهر اهو، هبدأ امسحه. تمام. ركزوا معايا، هديلها لون، اي لون يعني، مثلا اللون ده. اوكي، لاير جديدة ميرج عشان اعرف اظبط، وهاجي هجيب البراش. ركزوا معايا، هاخد نفس الدرجة بتاعت الهلال ده، بس الدرجة افتح سيكة. تمام. وبالراحة كده هبدأ اعمل ايه، ركز معايا ركز معايا ما تتوهش، هبدأ امشي كده بالراحة في النص بالشكل ده. تمام. لا انا كان لازم اعمل لاير، معلش لاير اهي، وادخلها جوه الهلال كنترول الت جي، وهبدأ اشد كده
بالشكل ده، وهبدأ أوسع شوية السايز، أكبره وأبدأ أعمل كده. كده أنا بعمل بخلي الهلال على شكل 3D، مش محتاجة شرح. تمام. هبدأ أعمل لاير كمان وأدخلها جوه الهلال. ركز معايا ماتوشي. هبدأ أخد من نفس الدرجة اللي في النص وهفتح بقى السيكة كده، وهبدأ أصغر السايز بتاع البروش، وهبدأ أركز معايا في الحواف بتاعت الهلال. هبدأ أعمل كده. اوعى تتوه مني، اوعى تتوه مني عشان احنا لسه قدامنا شويتين. تمام، نفس الموضوع في الجزء ده. لو تلاحظوا بدأ الهلال يبقى شكله 3D جدا يعني. طبعا لو في حاجات بايظة ما دوسناش عليها كويس نبدأ نراجعها تاني بالشكل ده. تمام جدا جدا. ممكن اجيب البرايتنس كده واشوف هتعمل معايا ايه. شايفين الجمال، عملنا هلال 3D في اقل من دقيقة، يعني موضوع مش صعب خالص. هبدأ انزله تحت خالص كده بالشكل ده عشان يبقى حاضن الفانوس زي الفل. جدا جدا جدا. هاخد نفس اللايت اللي هي دي بتاعت الشمعة وهبدأ اخدها كده على الهلال. ركز معايا اوعى تتوه. هلمها شوية وبعد كده الورب بتاعتي، وهبدأ ألفها 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 مع الهلال بالشكل الجميل ده. تمام. هبدأ أعمل لاير جديدة تانية خالص، وهبدأ أخد من نفس الدرجة اللي هي دي، وهبدأ كده أجرب أشوف هتعمل معايا إيه. أكبر سكرين يعني كويسة، مش بطالة يعني. تمام، خلينا نيجي عند الأرضية بقى اللي هي دي. عايزة تاخد من نفس لون السماء يا جماعة، ركزوا معايا. أنا بس محتاج الأول أجيب الأستيكة الخفيفة بتاعتي وهبدأ أحذف الحواف كده وأمسح الحواف كده شويتين شويتين. كمان لا مش قوي كده، زي الفل زي الفل زي الفل زي الفل. انا بحب اجواء رمضان، فتلاقوني في الدرس ده ايه متفاعل معاكم جدا ومش عارف في حاجه كده بتبقى غريبه يعني. طيب ركزوا معايا، عشان اخلي الارضيه واخده من نفس لون السماء بقى هاجي عند الساتوريشن كده وكنترول الت جي عشان ادخل الكلام ده جوه الارضيه، وهبدا علامه الصح اللي هنا، وهبدا ايه اظبط بقى يا باشا اللون بالشكل اللي يعجبك بقى او الدرجه اللي انت شايف ان هي تمام. هشوف الكلر كده هتعمل معايا ايه. كلر كويسة. تمام جدا 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 زي الفل. طيب خلونا نطلع بالارضية لفوق شوية. تمام ركزوا معايا، هعمل لاير كمان وهدوس كنترول الت جي عشان اعمل لايت كده اللي هي اللايت بالشكل ده، وهبدأ ادوس كده اهو. شايفين 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 على اساس ان السما يعني عامله انعكاس. فهاجي كده الت وهسحب كده الجزء ده. شايفين اللي بيحصل معايا ايه؟ بس كده انتوا فهمتوا خلاص. تمام زي الفل. هبدا اوسطا كل الكلام ده بقى عشان انا حاسس ان الديزاين مرمي شمال. هو كده كده احنا هنوسعه يعني عشان الشغل اللي هنعمله. طبعا المنظر تحفه، وفي خطوتين تلاتة اربعة اهم حاجه تركيزي كله ان انا اديكم المعلومه والله من غير ايه ما احسسكم ان الموضوع صعب. تمام. طيب اللي بعده على طول ان احنا هنبدا نعمل بقى شويه الشغل بتاع اللايتنج والحاجات اللي هي ايه زي الحاجات دي كده. مثلا اهو اهو انا لو جيت عملت كده ورحت عامل سكرين بالشكل ده. تمام بس انا عايز الحاجات الصغيره دي يبقى لونها ابيض، فهدوس كنترول يو وهقلل الساتوريشن خالص بالشكل ده. تمام في حاجات زيادات هنا انا مش عايزها، وهنا برضو سكرين بالشكل الجميل ده. في زيادة هنا خط اهو، في خط هنا كمان، وفي هنا وفي هنا وفي هنا بس كده. لو في هنا زي الفل. طيب هرجع اشوف كده هنعمل ايه كمان. هنعمل ايه كده معانا الكلمة ومعانا الشغل بتاع الاطارات يعني. طيب خلينا نرجع تاني كده وهنعمل شوية شغل بقى بالكالر لوك اب اللي هو ده، وهبدا اختار كده اشوف ايه اللي ممكن يظبط معايا الدنيا شويتين.
فدي كويسة قوي قوي، ممكن اخليها سوفت لايت، وممكن اقلل الاوبسيتي بتاعتها قوي شوية هتبقى معايا بالشكل ده. تمام، هاجي عند السما كده هعمل لاير جديدة، وممكن اجيب البراش واجيب اللون الغامق شوية، وهبدأ اشد خط كده وابدأ انزل بيه على اساس ان هو غمق لي الدنيا من فوق شوية. تمام، جميل قوي. طيب ممكن اطلع فوق خالص كده، هجيب البرايتنس كده واشوف ممكن اعمل ايه. زي الفل، هجيب الساتوريشن وهبدأ احرك كده. زي الفل، تحفة والله. طيب هنجيب الكالر بالانس ونبدأ نشوف ممكن نعمل ايه. طبعا ممكن الكالر مود ده بتاعتك انت براحتك على حسب ما انت حابب، ممكن في ناس بتحب تفهمني انت، فانا هشتغل على حسب ما انا حابب يعني. في ناس ممكن تحب الازرق، انا خليني في اللي ما بين الازرق والاحمر ده. تمام، هي سنة بسيطة بس بتفرق والله، ركزوا في الحاجات دي بتفرق جدا وبتدي يعني حاجات. هبدأ اجيب الكلام ده كله على الجنب كده، وممكن اشبكه بقى خلاص بقى، ما خلاص بقى هوسع الديزاين بتاعي شويتين كده، وهنزل تحت خالص كده هوسع الليلة بتاعتي دي كلها. تمام، اللايت كمان وكمان الاسود اللي فوق. تمام، هروح عند الالستريتور وهاخد العجلة. يلا يلا يلا، محدش هيصبر علينا. ارفع اللاير دي فوق خالص بقى يا باشا كده، معايا 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 اترفعت خلاص. ركزوا معايا، الابيض اللي تحت ده انا مش هحذفه ولا همسحه ولا هعمل فيه اي حاجة، كل اللي انا هعمله هجيب البين تول بتاعتي وهبدأ اقصه لوحده في لاير بالشكل ده. تمام تمام تمام، هبدأ كده 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 كده. تمام، ركز معايا، هعمل راسترايز كليك يمين، هجيبها لير فيا كات، وهاجي هنا كده عند المالتي وهدوس عليها هيظبط لي الشادو كويس جدا. هبدأ انزله تحت وهعمله ميرج، وبعد كده مالتي تاني، وهعمل هنا كونفرت عشان الاطار بتاعي ده ما يبكسلش لو صغرت او كبرت، والشادو كذلك الموضوع، وبكده يكون خلص. هبدأ اصغر كده. تمام، طيب هروح عند المدفع. تمام، هبدأ اعمل سيليكت كده، احذف الابيض، اقرب، هعمل سيليكت هنا كده. تمام، والشادو ده هحتاجه، هنعمل نفس الكلام بالظبط زي ما عملنا هناك. تمام، لاير فيا كات، واخد الاتنين كده واروح بيهم على ديزاين بتاعي. هعمل كونفرت بس عشان خاطر الدنيا دي ما تبكسلش مني، هنزله تحت واكبر. هاجي عند الشادو اللي هو ده، قلنا هنعمل مالتي، والاطار بتاعي ده هبدا اظبطه على اطار المدفع. تمام، طيب ركزوا معايا في الجزئيه دي، انا في هنا الاطار العجله بتاعه المدفع اللي ورا دي انا مش عايزها وعامله لي زحمه في الجزئيه دي، فانا هبدا اجيب البين تول، هشيل بس الاطار بتاع ده دلوقتي، وهبدا اقص من عند الخشب يعني اللي هو الجزء ده. ركزوا معايا، الخشبه اللي هي اللي في النص دي اللي مش هقرب جنبها، هعمل راسترايز وبعد كده هرجع الاطار، فانا كده خلاص الزحمه اتشالت والدنيا بقت معايا زي الفل. تمام، طيب هاجي عند الاطار ده هعمل منه كوبي بالشكل ده، واجي عند اللاير اللي تحت هدوس كنترول يو وهسود خالص الموضوع ده، وهبدا اصغر سيكا 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 بالشكل ده. تمام، وهاجي عند فلتر وهعمل له بلور عشان الشادو معايا يبقى بالشكل ده، بس مش هيبقى قوي كده هالوستي، فكده زي الفل الشادو اصبح معايا مظبوط في خطوتين ثلاثه يعني. طيب هبدا اظبط الجزء بتاع ال، ممكن انزل بيه تحت
بالشكل ده عشان يبقى من ورا بس، تمام. وهقف عند اللاير بتاعت العجلة بتاعت المدفع، انا اسف، هعمل لاير جديدة. فوتوشوب بيهنج والله من كتر ما انا شغال بسرعة جدا، مش عارف ايه. هي في حاجة غلط، فأنا عشان إيه يعني، طيب خليني مثلا هاخد نفس اللاير بتاعت الشادو دي وهاجي هنا كده، تمام. هجيب البروش وهبدأ أعمل شادو في الجزء ده، بعد طبعا ما أحذف الموجود ده، شادو هنا كده في الحتة دي عشان ايه، المفروض ان هو طالع من ورا يعني، فالشكل يبقى مظبوط معايا. في زراير تكة هنا في فوتوشوب، تقريبا الكيبورد عندي معلق، فانا مش هرجع ده كله بصراحة يعني. فخلينا نتخطى مع بعض الحتت الصغيرة دي، هبدأ اظبط كده. هنا المفروض ان هنا بقى حاجة مهمة، بس معلش، التمركز البصري هنا على التهنئة مش على ان ده ديزاين لاطارات، فاهمني؟ فانا هنا مكبر الجزء بتاع رمضان، مكبر الجزء عاتي ان يكون التمركز البصري كله على الشغل بتاع رمضان، على شغل التهنئة يعني، فاهمني؟ عشان بس الجزئية دي ما تبقاش احنا مش بنشتغل عشوائي يا جماعة. طيب هجيب النار فاير دي كده عشان ابدأ اظبطها في الجزء ده. هعمل سكرين، هتلاقي كل حاجة اتشالت واتظبطت، في بس الجزء تحت انا مش عايزه. هعمل راسترايز، هبدأ اظبط النار، المفروض يعني ان دي خلاص جابت اخرها، قامت ضربة يعني، فنري او المدفع ضرب، تمام. وهبدأ احذف كده من الجزء بتاع الحبل اللي هو موجود ده، تمام. ركزوا معايا في الخطوة الجاية عشان خطوة هي يعني محتاجة تركيز. هجيب المدفع ده عشان اخد منه النار. طبعا لو انا خدت الجزء ده كوبي كده ورحت بيه هناك، تمام، او ادخله لي جوه، انا مش عايزه جوه، خلينا نطلع فوق خالص بالشكل ده اهو. عكست مثلا الموضوع، ركزوا معايا شوية معلش. لو جيت هنا قلت له اي حاجة من دول هتلاقوا الشكل بقى مش تمام، تمام يعني، هي لو سودا عملنا سكرين كان الموضوع اتحل، تمام، لكن هو مش هيتحل. فهعمل ايه، هاجي عند البليندنج اوبشنز كده وهبدأ اشوف هنا في الحاجات دي ايه اللي ممكن يظبط معايا او يشيل الابيض، تمام، بدون ايه، اهو، بدون ما يأثر معايا خالص على الجزء بتاع الشرور اللي موجود. فكده انا تمام. خلينا اجيب مثلا البرايتنس وادخلها جواها وابدأ اشوف اهو، بحاول اسود الدنيا على قد ما اقدر عشان لو جيت عملت سكرين السكرين ممكن يظبط معايا شوية يعني، بس خلينا احاول لحد ما نشوف، تمام. انا ممكن برايتنس تاني، ممكن اشوف الليفلز برضو ممكن يعمل معايا ايه. طيب خليني اعملها ايه. هي الفكرة ما زبطتش قوي برضو يعني، هي خدت معايا بصراحة شوية وقت حتى، والله انا يعني مش متذكر قوي. طيب خلينا نرجع الخطوة دي تاني، تمام. ممكن نجيب الكيرفز مثلا،
كده بدأت يعني إلى حد ما تظبط. تمام، إحنا كده كده هنستغنى عن الشغل بتاع السموك الموجودة. تمام، ركزوا معايا أهو، هبدأ أروح كده هناك عند الاستوكات بتاعتي فين أهي، هبدأ أخد الاستوك اللي هي بالشكل ده، ركزوا معايا، حطها هنا كده، بس هتبقى هي اللي تحت، وهبدأ أعمل سكرين هتديني الشكل ده. تمام، هبدأ، لا بلاش يعني حاجات خفيفة قوي يعني. تمام، وهبدأ أكرر من ال الشرار الموجود. بعد ما أعمل كده أهو، هعمل سكرين، هبدأ أجيب الأستيكة بتاعتي خفيف قوي قوي، وهبدأ أحذف السموك القديمة عشان يديني ايه الشكل الجديد اهو زي الفل قوي كده، ظبطت معانا. هقلل بس السموك كده عشان ما يبقاش اوفر قوي كده. تمام، هظبطه اهو. تمام، هبدأ اجيب الدايرة السودا شوية، وهبدأ احط دايرة هنا في الجزء ده على اساس ان هي القنبلة اللي طايرة يعني. ركز معايا، هبدأ اعمل لاير جديدة جديدة كنترول الت جي، هبدأ اجيب البراش وهبدأ اخد اللون اللي فوق الاسود شوية. ركز معايا، اعلي السايز بتاع البراش بالشكل ده، وهبدأ بالراحة كده ادي الهلايت بالشكل ده. تمام، اعلي الاوبسيتي بتاعته شوية، وهبدأ اديله كمان لايت في النص بس بلاير جديدة الجزء ده كده زي الفل. فبقت معايا على شكل 3D شوية. تمام، والدنيا معايا بقت زي الفل. طيب، هاجي عند الجزء هو بتاع الكلمة اللي هو ده، اهو مش عارف الجهاز تقيل معايا ليه. تمام، هبدأ كليك كده على الاسود كله، وهدوس هنا كده، هشيل الاسود كله مع بعضه، وهشد الكلمة بتاعتي بتاع الديزاين. هبدأ كنترول يو الاول عشان ابيض كل الدنيا دي. تمام، هعمل كونفرت، صغر. تمام، هبدأ انزلها تحت خالص. هنا كده تمام، وممكن اعمل سيلكت على التشكيل الموجود ده طبعا، وانا واقف على الكلمة مش عارف انا ايه اللي جابني هنا. فين الكلمة اهي، سيلكت على التشكيل ده عشان هنغير لونه، حاجات وحاجات يعني، راسترايز ده فيا كات عشان تبقى فلاير لوحدها، اخلي لونها مثلا الدرجة دي، وممكن اعمل دروب شادو الكلمة كلها بالشكل ده. هو بس الديزاين عايز يتقص شوية من على الشمال. تمام، فهلم شوية الموضوع بالشكل ده. اوكي، كمان هنا القنبلة دي اللي طايرة دي، البلية دي يعني انا مخليها النص بس، هي مديها شكل احسن بكتير من ان هي احنا مبينها كاملة عشان محدش يسألني ليه. تمام، فهنيجي تحت كده، هنكتب رمضان كريم بالانجلش، خليها ابيض. كبرها شوية،
ان شاء الله دي مكتوبة 3 مرات. هصغرها شوية بالشكل ده، سيلكت عليها كده، هوسع الحروف. تمام وبس كده، وبكده نكون خلصنا الديزاين. يا رب يكون عجبكم. طبعا اتمنى يكون الشرح بسيط ما فيهوش اي مشكلة خالص معاكم. مستني رأيكم في الكومنتات واشوفكم في الدرس الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.